أهلا بيكم. النهاردة طبعا نتكلم عن درس الرياضيات مئات الألوف الصف الرابع الابتدائي، وأول درس معانا إن شاء الله، وإن شاء الله نكمل المنهج مع بعض، وإن شاء الله الناس كلها تكون مبسوطة، وإن شاء الله يكون المنهج سهل معاكم، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة على كل الناس، وإن شاء الله يلا بينا نبدأ في أول درس إن شاء الله. طبعا يا جماعة بالنسبة لدرس مئات الألوف، في ناس كتير بتغلط في الأرقام، وفي ناس ما بتبقاش عارفة هي تقرأ العدد ازاي والرقم نقسمه ازاي، وفي ناس بتتلخبط كتير. فان شاء الله النهاردة نتابع مع بعض، وان شاء الله نكون درس كويس، وان شاء الله نفهم مع بعضين. طبعا عندنا في قيم مكانية، عندنا طبعا خدنا في سنة أولى وسنة تانية وسنة تالتة الأحاد، وخدنا العشرات، وخدنا المئات، وأخدنا الألوف، وأخدنا عشرات الألوف، ده لحد سنة تالتة السنة اللي فاتت لحد عشرات الألوف. النهاردة هنبدأ يعتبر في حاجة جديدة اللي هي مئات الألوف. يبقى أنا دلوقتي عندي أحاد، عشرات، مئات، ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. فلو خدنا عدد مكون من 6 أرقام، أنا لو بصيت كده هلاقي دول 6 خانات، أحاد، 1 2 3 4 5 6. يبقى الرقم عندي هنا اللي أنا لو أنا هكتب رقم هيبقى عندي رقم مكون من 6 أرقام اهو. طيب انا عايز اقرا العدد ده، عايز اقراه، لو حد قال لي اقرا العدد ده هبدا اول حاجه اقسم كل 3 ارقام مع بعض، ادي احاد، عشرات، مئات في طبق، اقول عليه طبق، وادي الثلاثه التانيين الوف، عشرات الوف، مئات الوف، وابدا اقرا العدد. انا ليه بقسم؟ بقسم عشان خاطر يبقى الرقم سهل معايا، لو انا كده معاه ممكن اتلخبط، ممكن ما اخدش بالي، فلما بقسم العدد بيسهل لي ان انا ازاي اقرا العدد. وابدا اقرا منين؟ اقرا من الالوف اهي، 752,000، يبقى دي كده اسمها ايه؟ 752,000، 341، يبقى الوحدات دي بقراها تاني حاجة، يبقى 752,000، 341. ناخد عدد كمان اهو، ابدا اول حاجه قلنا ايه؟ ابدا اقسم، شاطرين، سامع حد بيقول نقسم، تمام. يبقى ادي اول طبق احاد، عشرات، مئات مع بعض، والطبق الثاني الالوف، عشرات الالوف ومئات الالوف. هبدا بقى، قلنا بنبدا منين؟ ايوه سامع حد بيقول اهو، يبقى الألوف اهو 605,000، 605,000، 618، برافو عليكم. طيب عندي هنا رقم اهو، عدد، هبدأ أقسم، تمام، هقسم أحاد، عشرات، مئات، أدي طبق اهو. طيب الطبق التاني ما فيهوش غير رقمين، مش مشكلة، أنا أهم حاجة عندي ببدأ من اليمين، أحاد، عشرات، مئات، خد 6 أرقام في الطبق الأولاني، اللي يتبقى هو اللي أخده، خدت رقمين يبقى خلاص هو ما كملش 3، مش مشكلة، ممكن يفضل في الطبق رقم، ممكن يفضل في رقمين، في 3 بس ما يزيدش عن 3 أعداد، 3 أرقام في الطبق، تمام. وأبدأ أقول هنا 78,000، 78,000، 539، تمام كده. طيب نشوف مع بعض كده تمارين الكتاب. عندي في الكتاب هنا اهو جايب لي اعمده، ده تمارين الدرس الاول اهو، جايب لي اعمده، وهنا ببص على العمود، هنا خانه الاحاد، عشرات، مئات، الوف، عشرات الوف، مئات الوف. لو ابدا اعمل ايه؟ هو عايز يعمل ايه؟ بيقول له اكتب الاعداد، فانا بشوف اول عمود في كام واحده، ادي 1 2 3، بكتب تحتيه 3. العمود الثاني في واحده، يبقى 1. العمود مئات، 1 2 3 4 5 6، بكتب 6. خانة الألوف فيها كام؟ فيها 1، أدي 2، يبقى بكتب 2. خانة عشرات الألوف أدي 1 2 3 4، بكتب 4. خانة مئات الألوف أدي 1 2 3، أدي 3. لو أنا عايز أقرأ العدد ده بقى، قلنا هنعمل إيه؟ نقسم أهو،
لو المستر طلب منك ان انت تقرا العدد سهل يا مستر اهو 642613. تمام، نخش على المسألة اللي بعدها. ادي الاحاد 1 2 3 4 5 6، بكتب 6. ادي 1 2 3، اكتب 3. خانة المئات فيها واحد بس. خانة الالوف ادي 1 2 3 4 5، بكتب 5. خانة عشرات الالوف ادي 1 ادي 2، اكتب 2. خانة مئات الالوف ادي 1 2 3 4، اكتب 4. وابدأ، عايز اقرا العدد، اقسم احاد عشرات مئات مع بعض، الوف عشرات الوف، مئات الوف مع بعض، واقرا العدد 425136. نشوف المسألة اللي بعدها. اول عمود فاضي يبقى صفر، يبقى خانة الاحاد هنا صفر. العشرات ادي 1 2، اكتب 2. مئات ادي 1 2 3 4 4. خانة الالوف 1 2 3، اكتب 3. خانة عشرات الالوف ادي 1 ادي 2. خانة مئات الالوف 1 2 3 4 5، اكتب 5. عايز اقرا العدد زي ما قلنا، قسم احاد عشرات مئات، الوف عشرات الوف، مئات الوف، واقرا العدد 523420. اشوف المسألة اللي بعدها. اول خانة، خانة الاحاد فيها واحد بس، يبقى 1. عشرات ما فيهاش يبقى 0. مئات فيها 2 يبقى 2. الوف ادي 1 2 3 4 5، اكتب 5. عشرات الالوف 0 عشان ما فيهاش حاجة يبقى 0. مئات الالوف ادي 1 2 3 4، اكتب 4. عايز اقرا العدد اقسمه احاد عشرات مئات، وبعد كده الوف عشرات الوف، مئات الوف، انطق العدد 405201. ده بالنسبة لرقم 1 في التمارين اللي موجودة. هاجي هنا بيقول لي كم اكمل بحسب القيمة المكانية لكل رقم. خلاص القيمة المكانية انا عندي العدد اهو اللي قلنا عليه 700، هبدأ اقسم اهو 752341. بيقول لي فين الاحاد؟ الاحاد اهو، اول خانة في اليمين هي الاحاد، يبقى 1. بعد كده العشرات 4. مئات 3. الوف 2. عشرات الوف 5. مئات الوف 7. اشوف الرقم اللي بعده اهو، نقسمه 8 في الاحاد، 1 في العشرات، 6 في المئات، 5 في الالوف، 0 عشرات الالوف، 6 في مئات الالوف. تمام كده؟ طيب بعد كده هنا خانة الاحاد 9، خانة العشرات 3، خانة المئات 5، خانة الالوف 8، خانة عشرات الالوف 7. طب واحد يقول لي يا مستر، طب مئات الالوف هنا ما فيهاش حاجه، اعمل ايه؟ خلاص شرطه، ما فيهاش حاجه، صفر، ما تتنطقش. بعد كده اخر مساله في الجدول، الاثنين في خانه الاحاد، عشرات صفر يبقى صفر، مئات صفر احط صفر، الوف 8 احط 8، عشرات الوف 5 احط 5، مفيش مئات الوف الرقم السادس يبقى ما احطش حاجه. نيجي على السؤال اللي بعده اللي هو في الصفحه اللي بعدها، بيقول لي اكتب التعبير الرمزي لكل عدد من الاعداد الاتيه. تمام، اقرا اول كلمه 160740. ابدا بقى اهو زي ما كنت بقسم بالظبط في القرايه. شفت انا بقراها ازاي؟ 160000 اهي، 160000، يبقى دي خانات الالوف، الوف عشرات الوف، مئات الوف، 160000 وكام؟ و740، 740. يبقى كده كتبت العدد اهو، كتبت الرمز بتاعه. تمام، هنا اهو 100000،
1375. هنا بس 100,000 بس، ما قالش عشرات ألوف ولا ألوف، يبقى 100,000 يبقى 100 هي. و300 375 يبقى 375، يبقى 100,000 375. هنا بيقول لي 70,000، 70 ادي 70، و593 593. خلاص كده سهلة، سهلة ان شاء الله وهتبقى جميلة. طيب نشوف المسألة اللي بعدها، بيقول لي هنا اعطيني مثال او اكمل كما بالمثال. هنقسم بقى 147,962. ايه اللي حصل في المثال ده؟ اللي حصل في المثال ده ان هو خد الوحدات لوحدها، احد عشرات مئات اهم، ودول ال 147 خلاهم 147,000، يبقى خد الاحاد الوحدات لوحدها اهم، وخد الالوف لوحدها. بعد كده في الخطوة التانية بدأ يحط قيمة كل عدد، قيمة كل عدد. الاتنين في الأحد باتنين، ستة في العشرات يعني كام؟ أيوة سامح، 60، برافو عليك، 60. 9 في المئات ب900، 7 في الألوف يعني كام؟ يعني 7,000. 4 عشرات ألوف يعني 40,000. 1 في مئات الألوف يعني ب100,000، برافو عليك. طيب نبدأ هنا نشوف المسألة بقى اللي هو عطينا عشان نشوف الناس اللي هتختبر معانا. 300 نقسم اهو 672,384. خد ايه هو هنا؟ خد ال 384. مين اللي باقي؟ برافو برافو برافو، سامح حد اهو بيقول لي 672,000، برافو عليه. نبدأ يبقى انا قسمت الوحدات لوحدها والالوف لوحدها. طيب نخش على المطلوب الثاني. الاحاد 4، العشرات 8 بقت 80. هنا المئات فيها كام؟ 3، برافو، يبقى 300 في المئات زائد 2 في الالوف بال2000، برافو. 7 في عشرات الالوف، ايوه 70، لازم احط علامه الزائد، زائد 70,000. طيب 6 في مئات الألوف، 600,000، ادي 600,000، اي 600,000. 5 أصفار، 6 قدامها 5 أصفار، تمام كده. طيب بص على المسألة اللي بعدها، نفس الكلام، نفس الكلام اللي عملناه في المسألتين الأولانيين. ادي اهو 126,459، خدنا ايه؟ 459. مين اللي باقي؟ 126,000، برافو، 126,000. طيب نبدأ بقى ايه، نوزع بقى قيمة كل عدد. 9 في الأحاد ب9 هو كاتبها، 5 في العشرات بكام؟ 50، برافو. 4 في المئات 400، 6 في الألوف 6,000، برافو. 2 في عشرات الألوف ب20,000، قدامها 4 أصفار. طيب زائد 1 في مئات الألوف ب100,000، ادي الواحد 100,000 قدامها 5 أصفار. طيب شوف المسألة اللي بعدها، نفس الكلام اهو، احد عشرات مئات مع بعض، هنا ألوف وعشرات ألوف بس. خد 608، يبقى 35,608. خد 608 اهو، مين اللي باقي؟ برافو، 35,000. وابدأ أحط قيمة كل عدد، المرة دي بقى هيسيبني أكمل كل حاجة لوحدها. يلا اهو 8 في الأحاد ب8، 0 في العشرات 0، ماشي، 6 في المئات 600، 5 في الألوف 5,000، 3 في عشرات الألوف ب30,000، تمام؟